أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين